بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الثالث. حتى السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وصفه به رسوله الذي صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يقول عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يكذبون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون صفاته بصفات خلقه، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا سبق له، ولا يخاطب خلقه ولا مد له، ولا مد له، ولا يخاطب خلقه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله، غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، فإنه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لما ذكر الشيخ رحمه الله أركان الإيمان مجملة فيما شرع، شرع في تفصيلها، وبدأ بالركن الأول وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاث: الإيمان بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق الرازق المحيي المجيد المتصرف في الكون، والإيمان بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، ترك عبادة إلى سواه، والإيمان بالأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فهذا حسن في كتب مطولة، توحيد الألوهية حسن في كتب مطولة، وأما توحيد الربوبية فإنه مرصود في الفطر ولا ينكره أحد كما سبق، وهو كثير في القرآن الكريم، كثيرا لا يستدل كثيرا لا ينبه الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وأنه ليس ممن أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يفرد الله تعالى بالعبادة، يلزمه توحيد الألوهية. ولكن المؤلف رحمه الله أخذ القسم الثاني وهو الأسماء والصفات، لأن الخلاف مع علماء الكلام فيه في توحيد الأسماء والصفات، الخلاف مع علماء الكلام وأصحاب العقائد المنحرفة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وسائر من صار على نهجهم، هو في توحيد الأسماء والصفات، ولذلك رفض عليه المؤلف كله. وأما توحيد الألوهية فقد كتب فيه رحمه الله كتابات كثيرة، وأفرده بمؤلفات ورسائل معروفة، فيرجع إليها.
فتوحيد فالإيمان بالله يشمل هذه الأنواع الثلاث: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. ولم يقل والإيمان بالله هو الإيمان بما وصف به نفسه، بل قال من الإيمان ومنه التدريس، يعني أن الإيمان بالأسماء والصفات داخل وهو قسم من أقسام الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد كما عرفت. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. الله جل وعلا وصف نفسه بصفات في كتابه الكريم، وأنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه حكيم وأنه رحيم وأنه قدير وأنه وأن له وجها وله يدين. وصف نفسه بصفات كبيرة في القرآن الكريم، على كله في كتاب الله عز وجل. لا تحمل سورة من القرآن إلا وفيها شيء من الأسماء والصفات. هذا ما وصف الله به نفسه. فلا يليق بمؤمن يؤمن بالله أن ينكر هذا أو يحرفه عن مواضعه. فمن أخل بهذا اختل توحيده، اختل إيمانه بالله عز وجل، لأنه أنفى قسما عظيما من أقسام التوحيد. فلا يستقيم الإيمان بالله جل وعلا إلا بالإيمان بأسمائه وصفاته التي وصف نفسه بها في كتابه الكريم وسمى نفسه بها. فإن كل اسم من أسمائه يتضمن صفة من صفات: سميع يدل على السمع، العليم يدل على العلم، قدير يدل على القدرة، الرحيم يدل على الرحمة، الرحمن الرحيم يدلان على الرحمة، وهكذا صفات ذات أو صفات أفعال: الخالق يدل على الخلق، الرزاق يدل على الرزق، وهكذا. وكذلك ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه به في سنته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه سمى ربه بأسماء، وصفه بالصفات، فلا بد من الإيمان بها أيضا، لأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع. قال تعالى: ولا ينطق عن الهوى، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني لو كذب الرسول على الله وحاشاه ان يحدث لو كذب لعاجله الله بالعقوبه ولم ينهله. قال تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاتقوا الله ان الله شديد العقاب. ويجب الايمان بما ثبت من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته. فإن الرسول وصف ربه بالصفات وسماه بالأسماء، فيجب الإيمان بها كما يجب الإيمان بما في القرآن تماما بغير فرق. وأن من فرق وقال إن الأحاديث تنقسم إلى متواتر وآحاد، وأن خبر الآحاد لا يعتمد عليه في باب التوحيد وباب الأسماء والصفات، فهو كذاب مفتر على الله وعلى رسوله، يريد أن يجحد كثيرا من السنة
فلا فرق لا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحاديث فهو حق على حقيقته سواء كان متواترا او احادا يستدل به في التوحيد ويستدل به خمسة لا فرق يعني كل وحي من الله سبحانه وتعالى ولكن يشكك في السنة عموما وهناك من يشك في اتباعها ولكن أهل الحق يؤمنون بما في القرآن وبما في السنة الصحيحة من غير إنكار أو إشكال عليها لأنها من الله سبحانه وتعالى ولا يفرقون بين ما كان متواترا وما كان آحادا بل كل ما صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق يجب الإيمان به والاستدلال به في العقائد والتوحيد وفي غيرهما لا فرق في ذلك السنة قليلة في القرآن وهي تفسر القرآن توضحه وتدل عليه فسيأتي في آخر أو في أثناء هذه الرسالة شواهد ويأتي شواهد من الأحاديث الصحيحة التي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيها بصفات وسماه بعظمة لأن الشيخ لما ذكر هذه القاعدة وهو الإيمان بما في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لما ذكر هذه القاعدة العظيمة أورد أمثلة من القرآن كثيرة تتاتي وأورد أمثلة من السنة كثيرة تتاتي إن شاء الله فيها أسماء الله وفيها صفات الله جل وعلا عجب الإيمان بها وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ يجب الإيمان بما في كتاب السنة من أسماء الله وصفاته من غير تحريف ومن غير تعطيل التحريف في اللغة هو إمالة الشيء عن وجهه إمالة الشيء عن وجهه يقال فلان انحرف عن دينه انحرف عن دينه بمعنى انه مال عن الحق ويقول هذا شخص منحرف منحرف بمعنى انه مال عن الحق واتجه الى غير الحق هذا المنحرف فالتحريف هو الإمالة إمالة الشيء عن اتجاهه الصحيح ثم هذا التحريف لأنه من قولهم انحرف فلان عن الشيء أو مال عنه التحريف في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق تعريف أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق إلى الباطل وهو على نوعين وعلى نوعين النوع الأول تحريف اللفظ والنوع الثاني تحريف المعنى تحريف اللفظ ثلاثة أنواع إما بزيادة كلمة أو زيادة حرف أو تغيير حركة إعرابية التحريف بزيادة الكلمة كما في قوله تعالى وجاء ربك والملك فتحا فتحا فهم السنة والجماعة يؤمنون بمجيء الله على حقيقته وأنه يأتي سبحانه يوم القيامة بفضل القضاء غير عباده فلا يليق بجلاله جل وعلا فيثبتون المجيء لله والإتيان لله على حقيقته أنه يأتي سبحانه ويجيء مجيئا وإتيانا يليقان بجلاله جل وعلا فما أثبت ذلك لهم أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة تقضي الأمر وجاء ربك والملك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك
والملك أي وجاء الملائكة فتحا فتحا. الله جل وعلا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده ويأتي لفصل القضاء بين عباده مجيء وعصيانا ويقال بجلاله سبحانه يحدث ذلك ونؤمن به كما أثبته لنفسه. لكن أهل الضلال حرفوا هذه الآيات لأن زادوا فيها كلمة من عندهم فقالوا جاء ربك أي جاء أمر ربك. أما ينظرون إما أن يأتيهم الله أو يأتي أمر الله فزادوا هذه الكلمة من عندهم ومن فيهم فهذا من التحريف زيادة كلمة هذا من التحريف فهي زيادة باطلة مردودة لأنها زيادة على كلام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول وجاء ربك وأن تقول له جاء أمره يصير هذا كأنه تكليف لله هذا تكليف لله جل وعلا فتحقق أهل القرآن هذه زيادة الكلمة التحريف لزيادة الكلمة. النوع الثاني التحريف لزيادة الحرف قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الجهمية وتلاميذهم استوى 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 اللام زاد الحرف هذا زاد اللام من اجل ما اعتقده الباطل في نفي الاستوى وان معناه الاستوى فهذا الحرف زادوه الجيد والجسم. كما ان اليهود زادوا حرف النون لما قيل له قولوا شرطه قالوا شرطه شرطه بالنون وزاد النون وزادت الجهميه واتباعهم اللام في كلام الله عز وجل. اليهود زادوا النون في كلام الله لما قيل له قولوا شرطه قالوا شرطه كيف يا ولد شرطه حطة بمعنى حطة عنا ذنوبنا وخطايانا هم حرفوها إلى الأكل حبة قال حبة في حلبة لأن الله يلمهم إلى بطونه فحرفوا كلام الله عز وجل. كذلك الجهمية والمعتزلة وأضرابهم قال الله تعالى لهم الرحمن على العرش استوى قالوا الرحمن على العرش استوى فهذا من التحريف بزيادة حق في كلام الله عز وجل ما قاله الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يعتقدون استواء على العرش على حقيقة سواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى سواء يجوز في كلام الله ما ليس منه. النوع الثالث تحريف بتغيير الحركة الإعرابية علشان يوافق مذهبه كذلك كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما كلم الله موسى تكليما قالت الجهمية وكلم الله موسى تكليما غير الضمة بالفتحة وجعل الله مكلما وجعل موسى هو المكلم هو الفاعل كلم الله موسى تكليما. أما القرآن فيقول كلم الله موسى تكليما الله هو المكلم وموسى هو المكلم المفعول هذا نطق القرآن نطق الجهمية وكلم الله موسى تكليما من أجل أن ينفوا كلام الله سبحانه وتعالى لأن عندهم أن الله لا يتكلم. فهو أن الجهمية جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة فقال له أحب أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أن تقرأها بالفتح وكلم الله موسى تكليما. فقال له أبو عمرو بن العلاء رحمه الله هل من فعل ذلك أما تفعل في قوله تعالى وكلمه ربه فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فأنزل عن الجهل فلم يستطع أن أفهمه أبو عمرو بن العلاء رحمه الله بهذه الآية وكلمه
قبضه هذا لا تحتمل تأويل ولا واضح. هذه الأنواع من التحريف في اللغة، إما بزيادة كلمة أو زيادة حرف أو تغيير حركة إعرابية علشان يتوافق مع مذهبهم. يحرفون القرآن، يغيرون القرآن علشان يوافق مذهبهم والعياذ بالله. هذا من الكفر بالله عز وجل والتجري على الله. النوع الثاني تحريف المعنى، يتركون اللفظ كما جاء لا يزيدون في شيء ولكن يحرفون معناه، فيقولون يد الله قدرته ورحمته إرادة الإنعام وما أشبه ذلك، فيغيرون المعنى عن حقيقته إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ وليس هو مراد لله عز وجل، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. ويقول وكلم الله موسى تكليما من الكلم وهو الجرح، أي جرحه لأظافير الفتنة تجريحا. كلمه ينحس في الحقيقة، قد يقدر هذا عن عقلة، هذا من التحريف في المعنى، تحريف التجريح، تكسير التكليم بمعنى التجريح من الكلم وهو الجرح، هذا مما ينحس العقلة. ولكن هؤلاء لا يزالون لا يبالون بالتفاهة والانخطاط والعياذ بالله، فهذا من التحريف في المعنى. أهل السنة والجماعة لا يحرفون من غير تحريف ولا تعطيل. تعطيل من عطل الشيء ثم صار الشيء الثاني اللي قال له عاطل، امرأة عاقل من الحمل يعني ليس عليها حمل، ورجل عاقل من العمل ليس له حمل عاقل. العطل هو القرار، قرار الشيء. يقال امرأة عاقل يعني خالية من الحمل، رجل عاقل يعني فارغ من العمل ليس عنده عمل، بئر معطلة يعني متروكة مهجورة، معطلة مدروسة مهجورة. هذا في اللغة. وأما تعطيل الصفات فمعناه نفيها عن الله سبحانه وتعالى، تعطيل الرب من صفاته أي إخلاء الرب سبحانه وتعالى من صفاته ونفيها عنه، هذا هو التعطيل. الذين نفوا أسماء الله وصفاته عطل الله جل وعلا منها، وهذا هو معنى التعطيل اللغوي، بمعنى نفوها عنه وأخلوه منها جل وعلا. التعطيل ثلاثة أنواع، التعطيل ثلاثة أنواع، أحدها تعطيل الكون من خالقه، هذا مذهب الدهرية الذين يقولون ليس هناك خالق وإنما هذا الكون وجد من الطبيعة أو بالتبهة بدون أن يكون له خالق، هذا تعطيل، تعطيل المخلوق من خالقه. هؤلاء كفرعون وغيرهم المعطلة والدهرية. النوع الثاني تعطيل الخالق من صفاته، وهذا هو المقصود هنا، تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته، وهذا هو المقصود هنا. النوع الثالث تعطيل معاملة الخالق في عبادته كفعل المشركين. العبادة حق لله سبحانه وتعالى، فهم أشركوا مع الله فيها، فهم عطلوا العبادة، عطلوا العبادة وأشركوا فيها مع الله سبحانه وتعالى وعطلوها بذلك. هذه أنواع التعطيل، تعطيل المخلوق عن خالقه،
تعطيل الخالق من صفاته تعطيل الخالق من عبادته وحده ولا شريك له. فالجهل معطل والجهل ومن سار على لهجه معطل والمشرك معطل كل منهما معطل. الأول عطل الكون من خالقه والثاني عطل الخالق من صفات أسمائه وصفاته والثالث عطل الخالق من عبادته التي يستحقها وحده لا شريك له وكلهم معطلون. والمقصود هنا هو النوع الثاني تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته. وهذا ما عليه الجهمية والمعتزلة وكل من ألحد في أسماء الله وصفاته كلهم معطلون لأنهم عطلوا الخالق من أسمائه وصفاته. وهذا هو أصل الشيء هنا أصل التعطيل أي تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته كما تفعل الجهمية وأضرابهم. أهل السنة يخالفون ولا يعطلون الله من أسمائه وصفاته بل يسمونه بها ويصفونه بها على حقيقتها ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف معناه طلب الكيفية طلب كيفية الشيء وحقيقة الشيء طلب كيفية الشيء وحقيقة الشيء هذا التكييف. فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أسماء الله وصفاته يعني لا يسألون عن كيفيتها ولا عن حقيقتها التي هي عليها لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يؤمنون بالاستواء استواء الله على العرش ولكن لا يعلمون كيفيته كيف يستوي على العرش ويؤمنون بأن الاستواء ليس كاستواء المخلوق على المخلوق وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله سأله رجل فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ رجل يسأل عن الكيفية فأطرق الإمام مالك رحمه الله يعني خفض رأسه حياء من الله خوفا من الله حتى علته الرحلاء يعني العرب لأن هذا السؤال مفروض به سوء أدب مع الله جل وعلا. ثم رفع رأسه رحمه الله وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج من مجلسه. فقوله والكيف مجهول هذا هو المقصود أن كيفية الاستواء مجهولة الملع لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما معنى الاستواء فنؤمن به على حقيقة المعنى معلوم ولهذا قال الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى. وأما الكيفية فهي مجهولة لنا والإيمان به أي بالاستواء واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ما كان السلف يسألون عن الكيفية وكذلك النجوم ثبت في الحديث أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه. فنحن نؤمن بالنجوم كما جاء وصح وقدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الكيفية كيفية النجوم كيف ينزل هذه مجهولة لنا لا ندخل فيها ولا نبحث عنها لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أننا لا نعلم ذات الله جل وعلا فلا نعلم الصفات أيضا لأن الصفات تبع للذات. فكما أن الذات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فكذلك لا يعلمون كيفية كيف يستوي على العرش ويؤمنون بأن الاستواء ليس كاستواء المخلوق على المخلوق
وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله سأله رجل فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ رجل يسأل عن الكيفية. فأطرق الإمام مالك رحمه الله يعني خفض رأسه حياء من الله خوفا من الله حتى علته الرحلاء يعني العرب، لأن هذا سؤال مكروه في سوء أدب مع الله جل وعلا. ثم رفع رأسه رحمه الله وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج من مجلسه. فقوله الكيف مجهول هذا هو المقصود، أن كيفية الاستواء مجهولة لنا لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما معنى الاستواء فنؤمن به على حقيقة، المعنى معلوم، ولهذا قال الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، وأما الكيفية فهي مجهولة لنا. فالإيمان به أي بالاستواء واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ما كان السلف يسألون عن الكيفية، وكذلك النزول ثبت في الحديث أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فنحن نؤمن بالنزول كما جاء وصح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكيفية كيفية النزول كيف ينزل هذه مجهولة لنا لا ندخل فيها ولا نبحث عنها، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أننا لا نعلم ذات الله جل وعلا فلا نعلم الصفات أيضا، لأن الصفات تبع للذات. فكما أن الذات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فكذلك الصفات. ولهذا يقولون إذا قال لك الجهل كيف استوى فقل له كيف هو، فإن قال لا أعلم كيف هو فقل له وأنا لا أعلم كيف استوى، لأن الاستواء فرع عن الذات، الصفات فرع عن الذات. وكما أن الذات الإلهية مجهولة لنا وكذلك الصفات مجهولة لنا لا ندخل في كيفيتها. ولهذا يقول من غير تشبيه ولا تنفيذ، يعني لا نسأل عن كيفيتها، لا كيفية الاستواء ولا كيفية النزول ولا كيفية الوجه لله سبحانه وتعالى ولا كيفية الوجه لله سبحانه وتعالى ولا كيف يتكلم. نثبت أن الله يتكلم ولكن كيفية التكلم لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نمسك عن هذا ولا نبحث فيه أبدا، ونعتقد أنه يخالف صفات المخلوقين وكيفية صفات المخلوقين ولا ندخل فيما لا نعلمه. قال الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. نحن نمسك عن هذه الأمور غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل هو تشبيه صفات الله بصفات الخلق، تشبيه صفات الله بصفات خلقه هذا هو التمثيل والتشبيه، ثم تشبيها ويسمى تمثيلا. فنحن نعتقد ان لله اسماء لا تشبه اسماء المخلوقين وله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، كما ان له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين. والتمثيل هذا ممنوع في كتاب الله وفي سنة رسوله، قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، قال تعالى ليس كمثله شيء. وسيأتي من الآيات ما يبطل التمثيل. الذي يعتقد أن يد الباري مثل يد المخلوق أو أن وجه الباري مثل وجه المخلوق
أو أن استواء الله على عرشه مثل استواء المخلوق على السطح أو على الدابة أو على الكرسي، هذا من التمثيل الممنوع الذي لا يجوز، لأن الله جل وعلا له صفات خاصة به لا تشبه صفات خلقه. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النورية: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لعابد النصران، فهو النسيب لكافر النصران، لأن النصارى هم الذين شبهوا الله جل وعلا بخلقه. من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لكافر النصران، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. لا يعطل ولا يشبه. لأن الله جل وعلا لا يشبه خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، وإن كانت الأسماء والصفات تشترك في اللفظ والمعنى، لكن في الحقيقة والكيفية لا تشترك، الحقيقة والكيفية لا تشترك، وإن اشتبهت في اللفظ والمعنى فالمخلوق يقال له عليم بشروه بغلام عليم، يقال له حليم بشروه بغلام حليم، الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله رحيم ورؤوف، لكن هذا اشتراك في اللفظ فقط والمعنى العام، اما في الحقيقه والكيفيه فلا تشابه بينهما، لا تشابه بينهما ابدا. هذا معنى قوله: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالقسم الأول مخالفة للمعطل، والقسم الثاني من غير تكييف ولا تمثيل مخالفة للممثلة والمشبه، مخالفة للممثلة والمشبهة. أهل السنة وفق بين الفريقين، لا يعقلون ولا يشبهون، بل يثبتون من غير تعطيل، يثبتون خلافا للمعطلة، من غير تكييف خلافا للمشبهة. ما الدليل على هذا؟ الدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال: بل يؤمنون، أي أهل السنة والجماعة يؤمنون، أي أهل السنة والجماعة، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية من كتاب الله العظيم، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة بسورة السورة. فقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبه، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطل، فأثبت لنفسه السمع والبصر خلافا لقول المعطلة، ونفى عن نفسه التشبيه والتمثيل خلافا لقول المشبهة والممثل. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. فيؤخذ من هذا الكلام المختصر أن أهل السنة والجماعة يسيرون على قواعد في أداب الأسماء والصفات، على قواعد عظيمة. القاعدة الأولى أنهم يؤمنون بما وصف بما سمى الله به نفسه في كتابه، بما وصف الله نفسه به وسمى به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه، يؤمنون بهذا، يعني يصدقون بهذا ويعتقدونه في قلوبهم ولا ينكرونه. فمن وجد في نفسه استنكارا او في قلبه نفورا من هذا فليراجع ايمانه. اهل السنه والجماعه مطمئنون يؤمنون بذلك، هذه القاعده الاولى، الايمان الذي لا يعتريه شك باسماء الله وصفاته. القاعده الثانيه انهم لا يصفون الله الا بما وصف به نفسه او وصفه به
رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال يؤمنون بما وصف الله به نفسه في كتابه، في كتابه، وما وصفه به رسوله يعني في سنته. فأهل السنة والجماعة لا يعيون هذا الأصل ولا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجيئون بشيء من عند أنفسهم، فلا يسمون الله باسم ليس في كتابه ولا في سنة رسوله، ولا يصفون الله بصفة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله، لأن هذا الأمر توقيفي، باب الأسماء والصفات توقيفي، لا مدخل للعقول والاجتهادات فيه أبدا. الدستور في هذا هو الكتاب والسنة. القاعدة الثالثة أنهم أن إثباتهم بالأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تعقيد، وأن تنزيه الله أن إثباتهم بالأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل، وأن تنزيههم لله من غير تعقيد، من غير تعقيد، فهم ينزهون الله من غير تعقيد ويثبتون لله الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل، فهم يبرؤون من طريقة المعطلة ومن طريقة الممثلة. ولهذا يقولون إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعقيد، لأن المعطلة غلوا في التنزيه، المعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته، والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله تعالى بخلقه. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط، تنزيه بلا تعقيد وإثبات بلا تشبيه ولا تمثيل، لا خير هذا فإنه دقيق. هذه قواعد عظيمة في هذا الأمر. فهم يثبتون لله الأسماء والصفات من غير التشبيه، وينزهون الله عن النقائص من غير تعقيد، بل هم وسط في هذا الأمر، وكل مدارهم على الكتاب والسنة من غير الكتاب والسنة، لأن هذا الأمر تنفرد أمر توقيفي. ثم قال الشيخ رحمه الله عن أهل السنة والجماعة، قال فلا ينفون عن الله أسماءه وصفاته، هذا خلاف المعطل، لا ينفون أيها السنة والجماعة عن الله أسماءه وصفاته كما تفعله المعطلة، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه كما تفعله المؤولة، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. هذا كله متفرع على القواعد السابقة، متفرع على القواعد السابقة. لا ينفون عن الله أسماءه وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة كما تفعله المعطلة، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، التحريف سبق لنا معناه، سبق لنا معنى التحريف، لكن الإلحاد ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ما معناه؟ قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله جل وعلا أثبت لنفسه الأسماء ووصفها بأنها حسنى وأمر بدعائه بها والتوسل إليه بها ونهى عن الإلحاد فيها وتوعد الذين يلحدون فيها. فما هو الإلحاد؟
الإلحاد في اللغة الميل، الميل يقال ألحد إذا مال عن الاتجاه الصحيح، إذا مال عن الطريق يقال لحد عن الطريق أي مال عنه. ومنه سمي اللحد الذي في القبر لأنه مائل عن سمك القبر إلى جنبه. أنتم ترون اللحد يكون في جانب القبر إلى الجهة الغربية. نعم هذا كله يرى سمي لحدا لماذا؟ لأنه مائل عن سمك القبر وصار في الجهة الغربية منه، وقد يكون في الجهة الشرقية أيضا. المهم أنه يكون على جانب من القبر، فلما صار على جانب سموه لحدا لأنه لحد أي مال عن سمت القبر. هذا من حيث اللغة. أما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فهو الميل بها عن حقيقتها، الميل بها عن حقيقتها التي أرادها الله ورسوله إلى مذاهب منحرفة، مذاهب الجهمية، مذاهب المعتزلة، مذاهب الأشاعرة، سائر علماء الكلام، الميل بها عن الحق إلى المذاهب الباطلة بتحريف أو تأويل أو تفريض أو غير ذلك، كل هذا يسمى الإلحاد. فالإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق في الباطل، وهو على خمسة أنواع. الإلحاد في أسماء الله وآياته على خمسة أنواع. النوع الأول أن يسمى بها الأصنام، يسمون الأصنام بأسماء الله كما سموا الله والعزى ومناس، قالوا اللات من أسماء الله، من مأخوذ من الإله، اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناس من المنان، فهم استقوا لها أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. وكما سموا الأصنام آلهة، سموها آلهة، والإلهية إنما هي حق لله سبحانه وتعالى، وقالوا لا تذرن آلهتكم. الله آلهة، ما أن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، أما هذه فليس لها إلهية فاضل. هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى أن توضع على الأصنام. النوع الثاني من الإلحاد في أسماء الله أن يسمى الله باسم لم يسمى به نفسه، أن يسمى الله باسم لم يسمى به نفسه، مثل ما سمت النصارى الله بأنه الأب، قالوا الأب يعنون الله سبحانه وتعالى، والإبن هو المسيح وروح القدس. تفريق، عقيدة التفريق عندهم، عقيدة التفريق، الأب والإبن وروح القدس. فسموا الله أبا، والله لم يسمى نفسه أبا، لم يسمى نفسه أبا، لما هذا من عندهم. وكما يسموه الفلاسفة بالعلة، العلة الفاعلة، يسمون الله العلة الفاعلة أو العلة الموجبة أو علة العلل كما يقولون تعالى الله عن ذلك، علة ومعلول وعلة موجبة أو القوة الخفية أو ما أشبه. أن الله لم يسمي نفسه بهذه الأسماء، هذا من الإلحاد في أسماء الله، وهو إدخال ما ليس منها إدخاله فيها. النوع الثالث أن يوصف الله بصفة لم يصف نفسه بها، كما وصفته اليهود لأنه فقير، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكما قالوا يد الله مغلول، فهم وصفوا الله بهذه الصفات الناقصة، تعالى الله عما يقولون، وصفوا بأنه فقير، وصفوا بأن يده مغلولة
تعالى الله عما يقول. هذا من الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع الإلحاد في أسماء الله بتأويلها على غير معناها الصحيح، بتفسيرها وتأويلها على غير المعنى الصحيح، كما قالت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لأن يد الله قدرته وأن وجهه ذاته وأن رحمته نعمته إلى غير ذلك، فهذا من الإلحاد في معنى الله وصفاته بأن غير معناه الصحيح إلى معنى لم يرده الله ولا رسوله، وفسرت بتفسير باطل لم يرده الله ولا رسوله. هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وكذلك التفويض، تفويض هذا من الإلحاد. تفويض اللي يقول أسماء الله وصفاته لا يعلم معناها إلا الله، ونحن لا نعلم، ليس لها معنى معقول، فهي ألفاظ نقرأها ونسل معناها إلى الله. هذا يجحد، يجحد المعاني التي دلت عليها، يجحد المعاني التي دلت عليها وأراده الله بها. ولا أحد من السلف قال إن، ما أحد من السلف، سلف الأمة وعلماء الأمة المعتبرين قال بالتفويض، وقال إن معنى الصفات الأسماء والصفات لا يعلمه إلا الله، إنما قالوا الكيفية، الكيفية لا يعلمها إلا الله، أما المعنى فإنه معلوم. ولهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم، وقالت قبله أم سلمة أم المؤمنين روى هذا عنها رضي الله عنها، قاله كثير من السلف، لأن معنى الصفات، لا معنى الأسماء والصفات معلوم، وأما كيفيتها فهي معلومة. فالذين يقولون إن معنى الصفات لا يعلمه إلا الله فهؤلاء من الملحدين في أسماء الله والصفات. النوع الخامس تشبيه صفات الله بصفات خلقه، تمثيلها بصفات خلقه كما عليه المشبه، كما عليه المشبهات الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات، غلوا حتى مثلوها بصفات المخلوقين وصفات المخلوقين كما عليه بعض الشيعة ومن يسير على هذا اللفظ، أو مسألة التمثيل والتشبيه، تشبيه الله عز وجل. ولهذا يقول معين بن حماد شيخ الإمام البخاري، يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه ولا تمثيل. فالذي ينفي الأسماء والصفات يكفر، والذي يشبه أسماء الله وصفاته بصفات خلقه يكفر أيضا، وليس فيما وصف الله وسمى به نفسه تشبيه ولا تمثيل. ولهذا يقولون المشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما لا يعبد الله، وانما يعبد صنما تخيله في نفسه. والمعطل يعبد عدما، المعطل الذي ينفي اسماء الله وصفاته يعبد عدما، لانه اذا نفى اسماء الله وصفاته فقد نفى الله، نفى وجود الله سبحانه وتعالى، لانه لا يوجد احد، لا يوجد احد ليس له اسماء ولا صفات، هذا مستحيل، لا يوجد أحد ليس له أسماء ولا صفات، هذا مستحيل. إذا يكون يعبد عدما غير وجود، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا، هذا معنى ولا يلحدون في أسماء الله وآيات. قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يحصون عليهم، هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى.
فلا يخيفون ولا يمثلون صفاته. هذا سبق لنا معنى التكييف ومعنى التمثيل، سبق لنا من صفات خلقه. لا يمثلون هذه الصفات خلقه لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال رحمه الله: لأنه سبحانه لا شمي له ولا ند له ولا صفة له. هذه ألفاظ مأخوذة من القرآن. لا شمي له، قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي أحدا يستحق اسمه على الحقيقة؟ لا أحد يستحق اسم الله على الحقيقة. وإن تسمى به في اللفظ لكن في الحقيقة لا يستحق اسم الله جل وعلا، لا يستحق. يسمى رحيم، يسمى رؤوف، يسمى عليم وحكيم، يسمى المخلوق، ولكن لا يستحق معاني هذه الأسماء على الحقيقة إلا الله جل وعلا. هل تعلم لا يسميه، أي لا أحد يسميه سبحانه وتعالى ويستحق اسمه على الحقيقة. ولا ند له، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو الشبيه والمثيل والنظير، والشبيه والمثيل والنظير. ليس لله سبحانه وتعالى أشباه ولا نظراء ولا عدلاء من خلقه سبحانه وتعالى، ولا كفء له. قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. لا أحد يكافئ الله جل وعلا، بمعنى أنه يساوي الله عز وجل في أسمائه وصفاته، لا أحد يساوي. الكفء معناه المساوي والمشابه والمماثل للشيء. فإنه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا كفء له، ولهذا لا يجوز تنزيله بخلقه سبحانه وتعالى. هذا رد على الممثلة أيضا. ثم قال: ولا يقاس بخلقه. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه. القياس معناه الحاق النظير بالنظير في حكم من الأحكام، الحاق النظير بالنظير في حكم من الأحكام لعلة تجمع بينهم. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه لأنه ليس له نظير، ليس له شبيه، ليس له مثيل، فلا يقاس بخلقه. إنما القياس بين المتشابهين والمتماثلين. ولهذا في الأحكام الشرعية القياس معناه الحاق الفرع بالأصل في الحكم، أليس كذلك؟ للتشابه بينهما، لأن الفرع يشبه الأصل أو يحق به في الحكم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد. الورق النقدي اليوم ما هو بذهب ولا فضة، لكن يلحق بالذهب والفضة لأنه مثله في كونه نقدا وثمنا للأشياء، ثمن للأشياء ونقد حجة للناس يتعاملون بها علة، كما أن الذهب والفضة علة، الأوراق النقدية علة، ولذلك تلحق بها في الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. قالت: البر بالبر. إذا ما حكم الذرة والدخل والبر؟ هذا ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تلحق بالبر وبالشعير بجامع الطعمية، بكل من أن كل منهما طعام يؤكل ويدخر، أو بجامع الكيل أن كل منهما يسال ويدخر. هذا هو القياس. الله جل وعلا لا يشبه خلقه حتى يقاس عليهم ويشبه بهم. فهذا نفي القياس بين الله وبين خلقه، فيه إبطال التشبيه وإبطال التمثيل. ولهذه الأمور كلها فإنه يبطل التشبيه والتمثيل بين الله وبين خلقه. وأيضا أسماء الله وصفاته لا تدل على التشبيه والتمثيل، من فارق بين الخالق والمخلوق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
وغير الشيخ صدق النار ذكر بعض المحققين شروط العقيده الواقعيه من ان الله رحمه الله لم يتفرق في هذه العقيده لعدم الدائم من هذه العقيده الهامه وذكر منها على سبيل المثال الفتوى بغير ما انزل الله والموالاه والمعاداه واقرار الساعه فما رايك في هذا؟ هو ما تفكر أنه يذكر في هذه الرسالة كل أبواب العقيدة وإنما أخذ جانبا مهما وتناوله وأما بقية الجوانب التي ذكرها السائل فهي موجودة في كتب العقائد المبسطة والمطولات فليراجع السائل يراجع المطولات في شرح الطحاوية وفي شرح عقيدة السفاريني الكتب المطولة كتب السنة المطولة راجعها وفيها هذه الأبواب فهم اللازم المؤلف إذا ألف رسالة أو ألف كتاب أن يذكر كل ما يتعلق بهذا الفن لكن يأخذ المسألة التي يراها جديرة بالبحث ولما كان الشيخ في وقت ظهر فيه سلطان المعتزلة والأشاعرة ونقاط الصفات اهتم بهذا الجانب ووضح غاية التوضيح كما أنه أيضا اهتم بجانب عبادة القبور والأضرحة والصوفية في رسائل أخرى وفي كتب أخرى. نعم. الفرق أن كل اسم من أسماء الله يؤخذ منه صفة يؤخذ منه صفة كل اسم فإنه يتضمن صفة الرحمن الرحيم تضمن الرحمن العليم يتضمن العلم القدير يتضمن القدرة وهكذا الحي يتضمن الحياة وهكذا نعم صفات الذات هي المتعلقة بالذات التي لا تنفك عنها أما صفات الأفعال فهي التي يفعلها الله جل وعلا إذا شاء يفعلها إذا شاء وليست ملازمة للذات دائما وإنما يفعلها إذا شاء نعم. لا هو ليس بكائن لكن يعتبر مخطئا وضالا يكون متأولا أو مقلدا لهذا المذهب لأن المذهب السائد اليوم في العالم الإسلامي والذي يدرس في الجامعات في الخارج في البلاد الإسلامية هي عقيدة الأشاعرة هو ليس على هذا وظن هو الحق يعتبر هذا من العذر يعذر به ولا يكفر ولكن يعتبر هذا من الضلال ومن الخطأ ولكنه لا يخرجه من دائرة الإسلام ما دام أنه لم يشرك بالله شيئا ولم يرتكب ناقضا النواقض الإسلام نعم. فإذا حجبت فقط الله ما رد قبيلتكم فيما يقسم الكتاب التوحيد إلى صفات نفسية ويعود بوجود صفات معاني صفات صفات معنوية وعظمات صفات الإلهية. يا إخوان قولوا القاعدة في هذا لا تتعدوا تعبيرات السلف لا تحققوا عبارات جديدة وتحدثوا ألفاظ جديدة حتى ولو قالها فلان أو فلان من العلماء العصريين لا تقبلوا هذا تعبيرات السلف هي التعبيرات العلمية والسلف أسبق منا في هذا الميدان لا ذكروا هذه الأشياء بما أعلم فنحن نقتصر على تعبيرات السلف صفات ذاتية صفات فعلية هذا الذي ذكروا صفات ذاتية وهي الملازمة للذات التي لا تنفك عنها كالحياة والعلم والقدرة والإرادة صفات فعلية مثل الخلق والرزق والنزول والاستواء والمجيء هذه صفات فعلية قالها الله إذا شاء سبحانه وتعالى نعم. أما التشكيكات والتقعرات لشيء ما وجد في كلام السلف فاحذروا من ذكره ولو كان قائله مجتهد و عنده مرتبة من العلم لكن المجال هذا مجال خطير ومجال مغلق مظلة أسحاب فلا
يريد بالإنسان أن يتصل شيء من عنده، وإن كان زعمه يريد التوضيح يريد التحديد يريد نعم. كم أخطأ بعض الناس من هذه التقعرات وهذه التجديدات التي ما قالها السلف ولا تكلموا فيها. نعم. هذا سبق الجواب عنه. إذا كان مقلد أو جاهل هذا لا يعرض بجهله، هو مخطئ مخطئ لكن لا يكفر، لا يكفر فقط. أما أنه يأثم أو يحصل عليه شيء من العذاب فقد يحصل هذا عليه الله أعلم، قد يعذب بقدر ذنبه وقد يؤاخذ على هذا لكونه لم يسأل لكونه لم يتعلم من أهل العلم ولم يرجع إلى أهل العلم، قد يعذب بهذا السبب ويؤاخذ، لكنه لا يحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام والخروج في النار، لا يحكم عليه بذلك. نعم. أن يعذب سمعة الله القديم من الإلحاد بأسماء الله والإلحاد. القديم ليس من أسماء الله ولكنه مخبر عنه، يخبر عن الله لأنه قديم، باب الإخبار أوسع من باب التسمية، يخبر عنه لأنه قديم، لكن ما يقال يا قديم الله قديم، لا يقال هذا من باب الأسماء، لأن الأسماء توقيفية، لا يسمى الله إلا إذا سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإخبار فبعضه يقال الله يخبر عن الله لأنه قديم، يخبر عن الله لأنه شيء، وما أشبه ذلك مما ذكره أهل العلم من باب الإخبار عن الله عز وجل لا من باب التسمية والصفة. الشيء والموجود والقديم هذه إخبار. نعم. هذا من تسمية الله فيما لم يسمي به نفسه. النصيحة هي هذا أن تدرسون العقيدة، تدرسون العقيدة الصحيحة حتى إذا قرأت تستفيدون مما فيها من العلم وتحذرون مما فيها من الخطأ. لازم تدرسون العقيدة الصحيحة، لازم من فهمها أولا. أما الإنسان اللي ما يفهم العقيدة الصحيحة ولا درسها فيتجنب هذه الكتب، لا يقرأ فيها، يقرأ في الكتب الموثوقة مثل تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي، تفاسير الموثوقة التي تفسير البغوي التي ألفها أهل السنة والجماعة لأنها مأمولة ليس فيها شيء من المجالة والصفات. أما الإنسان الذي منع الله عليه بمعرفة العقيدة وفهمها تماما فلا مانع أنه يقرأ في كتب التفسير الأخرى ويستفيد مما فيها من العلم، تفسير الرازي، تفسير الزمخشري، تفسير التفاسير، تفسير النسفي، تفسير البيضاوي، الجلالين، تفيد منها ما فيها من العلم ويترك ما فيها من الأخطاء. حتى الحديث الشوكاني رحمه الله نقل كلاما كثيرا للمؤولة ولم يعقد عليه، ففتح القدير مشهور بكلام المؤولة ولم يعقب على ذلك لأنه ينقل مجرد ناقل فقط، فهو مثل التفاسير التي لا يليق بالمبتدئ أن يقع فيها حتى يتعلم العقيدة ويفهمها فهما جيدا. نعم. فالإطلاق الكيفية على الله من جهة التسمية لا، هذا ما ورد في الشيء، لكن الإخبار عن الله لأن له كيفية، هذا من باب الإخبار، الإخبار عن الله بأن له كيفية وأن له ذاتا لا تشبه الذوات، هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية. نعم. أنهم نشأوا على هذا وظنوها حقا، هذا بالنسبة للمقلدين منهم، أما غير المقلدين فهم أئمتهم
فقصده التضليل، الجهل بن صفوان والجعد بن درهم، هؤلاء قاصدين التضليل، تضليل الأمة، لأنه ورثوا هذه العقيدة عن اليهود، ورثوها عن اليهود وعن الصابئة، وجاءوا بها لإفساد عقائد المسلمين، فقادتهم وأئمتهم قصدوا الضلال والتضليل. أما مقلدوهم وأتباعهم فهم لا، ما قصدوا التضليل، ولكن ظنوا أن هذا حق ودرسوه وظنوه أنه هو الحق، بل إنه هو العقائد التي درسوها في مدارسهم وفي جامعاتهم، فظنوها هي الحق. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.